فرقة الغرناطية بالقليعة 44 سنة من العطاء والتكوين لمختلف الفئات وحتى الأطفال، فهنا يتم تلقين المنخرطين دروس الموسيقى الأندلسية العريقة. في دار الغرناطية منذ سنين، هذه قريب 44 سنة تاع التكوين وتاع نشاط وكاع، النتائج يبرهنوا باللي ثاني التلاميذ في الدروس تاعهم ينجحوا، ولهذا نقدر نقولوا باللي الموسيقى تعاونهم في الدروس تاعهم، وحنا عندنا ثقة تامة من طرف الوالدين اللي يعطيونا هذه المسؤولية. غير كيما بدينا تعلمنا، رانا نتعلموا في قلابة جدد، تعلمنا قلاب زيدان، واليوم إن شاء الله حنتعلموا قلاب عرق، ومازال عندنا دوطخ بروغرام كيما بروغرام تاع المولود فيه المديح وكامل. نقدروا ثاني لازم نخدموا نوبة، اللي خدمنا بزاف نوبات من قبل كيما نوبة زيدان ولا رصد الديل. قسم للكتاكيت وقسمين للأواسط والكبار، يتم فيها تعليم أبرز النوبات عزفا وغناء، مثلما كان يتردد أيام غرناطة وقرطبة في عز الحضارة الإسلامية. Au début, c'était le choix de maman, c'était pas mon choix. Après, je me suis très attirée par la musique andalous et je remercie mon père et ma mère et mamie qui est en France. أنا فرحان، أنا نتعلم. أنا في الغرناطية وندير الأندلس، عجبني الحالة أني نغني. آلاف الفنانين تخرجوا ولا زالوا من هذه الفرقة العريقة والتي تبذل جهوداً للحفاظ على هذا النوع من طبوع الموسيقى التي يعود تأسيسها إلى عدة قرون.